ولمناقشة إقرار الموازنة المالية واعتراض القوى الكردية عليها، معنا لمزيد من التعليق والتحليل هاتفيا من بغداد دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور قحطان. بداية، لماذا حسب رأيك أقرت الموازنة بهذه النسبة التي كان الأكراد أصلا معترضين عليها؟ ألم يكن هناك يعني بابا لتسوية الأمر؟ اهلا وسهلا بك بدءا وبالقناه وبالمشاهدين الكرام. حياك الله. اتوقع ان العبادي ذهب كثيرا بعيدا باتجاه اقرار حاله غير التي كانت سائده قبل السبتة، اي هناك فرض لراي الحكومه الاتحاديه على عموم القطر، وبالتالي اتوقع ان هذا كان احد الاوراق الاساسيه في الموضوع، لذلك ذهب باتجاه اقرار الموازنه بصيغه وان لم يقبلها الجانب الكردي. اذا هي ورقه ضاغطه وهي اداره اراده ايضا لعبادي لطبيعه جديده من العلاقه مع الاخوين. من اجل ذلك بعض القيادين الاكراد قالوا انهم لم يعودوا شركاء في العمليه السياسيه بعد اقرار الموازنه. كيف تقرا هذا التصريح؟ لا اتوقع هذا يذهب باتجاه تطبيق العمل، وذلك لان معظم اعضاء الحكومة أو البرلمان الأكراد قد قطعوا وخرجوا من البرلمان باتجاه التصويت على الاستفتاء، ولكنهم سرعان ما عادوا. هذه حالة، وقناعات أخرى كثيرة ذهبت باتجاه. المهم أن الأكراد أدركوا أن الحالة الآن بعد الاستفتاء أمر اختلف تماما كثيرا، ولكن أتوقع أنهم سوف يضغطون على جانب بغداد في الانتخابات القادمة، أي أنهم قد يلوحوا بورقة عدم المشاركة لكي تعطل الانتخابات، وهي ورقه ضاغطه تدفهم اكثر. وهذا ما تفسره يعني تصريح مسعود البرزاني الذي دعا الى اتخاذ موقف موحد ردا على تمرير الموازنه، هذا سيكون الرد الموحد ربما الضغط كما تفضلت دكتور قحطان؟ اتوقع ذلك، لكن المشكله الاكبر لدى البرزاني انه لم يعي لحد الان حقيقة أنه لم يعد حتى مقبولا كما كان مقبولا سابقا في الوسط الكردية. يعني لو كانت الدعوة قد أتت من نبيل رضوان كان هناك قد يكون فيها مصداقية من الشيء، ولكن لا أتوقع الأكراد يذهبون بعيدا إلى الرؤية المشتركة لعموم الأكراد. قد تكون السماية لها رأي آخر، ولكن إذا ما اكتفى أو امتنع حزب الديمقراطي الكردستاني عن الانتخابات، ولذلك تمتع محافظتي تقريبا اربيل والسليمانيه ودهوك، هذا الضغط الذي قد يؤثره، ولكن لا اتوقع ان تشاركه الراي السليمانيه بعيدا، وذلك الخلاف الموجود حقيقه بين السليمانيه واربيل. هذا ما صرح به يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال ان الانسحاب من العمليه السياسيه هو الحل الوحيد أمام الأكراد، ولكن يبقى هذا التصريح يبقى تطبيقه على أرض الواقع هو على المحك. على الأرض أيضا كيف ستنعكس إذن هذه الأزمة التي بدأت تتصاعد؟ هل سنشهد مشهدا مشابها لما حدث في شهر تشرين الأول من العام الماضي؟ لا أتوقع أن هذا الاتجاه كثيرا، لأن الخلافات الكرديه واسعه، هذا من جانب. من جانب اخر هناك بعض التباشير الايجابيه لدى بغداد في اطلاق الرواتب لبعض الموظفين. الشيء الاخر ان المواطن الكردي بات مدركا الى ان قرار الاستفتاء هو قرار ليس مدروسا، وبالتالي قلت شعبيته وعمق. ولكن اتوقع ان برزان سوف يسعى الى إثارة حالة اللا استقرار في مناطق كركوك وحولها بالتأكيد، لأن ذلك هي إحدى الأدوات التي قد اعتمدها طوال الحالات التي سبقت حتى قبل الاحتلال. أعتقد أن الجانب العسكري والضغط العسكري قد مارسه البرزانيون منذ سبق قديم، وهذا أيضا سيشفع باتجاه حالة اللا استقرار في المنطقة. منها ممكن أن تكون لبرزاني عودة جديدة أو عودة تصحح الذي حصل بعد الاستفتاء. بالمقابل أيضا أتوقع أن هناك توافق طبعا من السليمانية وبغداد
هو الذي قد يجعل وضع برزاني في حالة أصعب مما ينبغي أن يتوقع أن يكون الضغط العسكري إيجابي، ولكن بالمحصلة لا أتوقع أن تكون موافقات برزانية أوسع من الذي حصل بعد إقرار الميزانية، وأتوقع إصرار يكون عملي على مقاطعة الانتخابات في أربيل وفي دروك. شكرا جزيلا لك من بغداد. تفيان دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية.